السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار ورحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. موضوع اليوم مش موضوع مراجعة لخلوي أو حتى أي شيء تقني، موضوع عام عن أندرويد وآي أو إس. يعني مين أفضل، مين أحسن؟ هل هي أحسن شركة جوجل ولا أبل؟ مين أحسن نظام، هل هو آي أو إس ولا أندرويد؟ في صراع يعني موجود بيننا كلنا، هو ممكن مش مهم، يعني ممكن يكون عبارة عن وجهات نظر أو اختلاف وجهات النظر، بس مرات أنا بحس إنه مرات بيزيد عن موضوع إنه والله اختلاف وجهات النظر بصير موضوع فيه إساءة. عشان هيك حاب أحكي عن هذا الموضوع، وإن شاء الله تفهموني كلكم، تفهموني صح. الناس بحسها مقسومة أقسام، ناس بتحب نظام الأندرويد والأجهزة اللي بتتبع نظام أندرويد، وهي كثير كثير وشركات كثير، يعني من سامسونج، جوجل، سوني، ال جي، هواوي، شركات يعني صارت كثيرة ولا تعد ولا تحصى. وناس بحبوا نظام الآي أو إس وشركة أبل بجهازها الآيفون، وهذا إشي طبيعي وجميل حتى. وفي ناس بحبوا الاثنين، الآي أو إس والأندرويد، الآيفون وسامسونج أو بيكسل أو وات إيفر، اللي هو زي حالتي أنا بحب كل الأجهزة هاي. المشكلة وين؟ مشكلة لما تيجي على واحد بيعشق الأندرويد، بيجي بيحكي لك يا عمي أنتوا تبعون الأبل، أنتوا اللي بتمسكوا الآيفون، ما يعني فعليا عبارة عن زي العبيد. تحكي أبل والله هذا الجهاز أحسن جهاز بالعالم، خلاص انتهى، هذا أجمل جهاز بالعالم، انتهى، أفضل كاميرا بالعالم، انتهى. بيقول بيطلعوا جهاز مواصفاته 1 و2 و3، كمان 6 أشهر جهاز تحديثي شوي، خلاص بروح الناس بيشتروا هذا الجهاز الجديد، انتهى. هيك عالم الأبل، وهذا حكي مش 100% صحيح. وحتى لو صحيح، احنا شو يعني شو انت مقاليك انه الناس بتحب ابل؟ انت شو خسران الناس؟ هل انت صاحب شركة اندرويد؟ هل انت جوجل؟ فانت فعليا مش مدافع، عادي خليه يشتري، ان شاء الله يشتري مليون جهاز ايفون مذهب كمان يا سيدي، ما عندك مشكلة. وبيجي برضو الشاب اللي بحب شركة ابل واللي بحب الايفون، اللي عنده الماك بوك برو، واللي عنده التابلت اللي هي الايباد، واللي عنده الايفون، وعنده ساعة الابل واتش، المهم كل حياته متعلقة بالابل، بيجي على تبع الاندرويد. انتو يا اجهزة الاندرويد وحتى نظامكو نظام تعيس، نظام سيء، ما في سيكوريتي، ما في عندكو تجديد، ما في عندكو فخامة، ما في عندكو كواليتي عالية، ما في عندكم اداء، حتى ما في عندكم اي شيء. ممكن يعني هسه ذكر الفكره ما فيها مشكله، ولكن انك تحاول توصل الفكره للناس انه انتم اللي بتستخدموا اندرويد شوي اقل مستوى، او مخكم اقل مستوى، او انتم يعني هذا مرفوض. هل حد يحكي لي مين بده يحكي زي هيك؟ انا بالنسبه لي شخصيا بواجه هذا الموضوع. في ناس كثير بتدافع عن اندرويد بقوه، وناس بتدافع عن الابل بقوه، وممكن يدقوا في بعض وبلشوا يسبوا على هذا يحكي عن هذا وهذا يحكي عن هذا. بصراحه هذا الشيء مش صحي ومش صح. يا اخي انت استخدم النظام اللي بيعجبك، يا اخي استخدم نظام ويندوز، اقول لك روح استخدم نظام تايتنز تبع سامسونج، ما حدا عندك، حر انت، استخدم كل الانظمه اللي بدك اياها، اشتري الجهاز اللي بيناسبك، بس خلي الموضوع في اطار الاحترام. لما تدخل في نقاش خلي النقاش يصير يعني الى درجه ما علمي، احكي عن سلبيات مثل الاندرويد، احكي عن سلبيات الاي او اس، احكي عن ايجابيات، بس من غير ما تدخل باعراض الناس يا اخي، من غير ما تحكي عن الناس هذا غبي، هذا بفهمش، هذا راح اشترى اندرويد، روح معفن الاندرويد ولا الاي او اس، اي كلام. خلاص انت احكي عن النظام اللي بدك اياه، ناقش نقاش علمي. هو نصيحه الي قبل الكم بصراحه، يعني انا بنصح نفسي انه يكون نقاش يكون عقلاني، ما فيش داعي اتحيز لحدا. شركه ابل مش الي، شركة جوجل مش إلي، سامسونج مش إلي، ولا إشي إلي. أنا عبارة عن بالنهاية مستهلك، حشتري هذا الجهاز إذا عجبني أو حشتري هذا الجهاز إذا عجبني. وأنا بتمنى الكل برضو يفكروا زي هيك. يعني إحنا الخلافات عندنا ما شاء الله في كل إشي، مختلفين بالديانة، مختلفين على اللغة، مختلفين بالثقافة، بالأخلاق، مختلفين حتى كرة القدم، بالسيارات، كل إشي مختلفين. فليش كمان حتى نختلف برضو بالتليفونات اللي هي الاشي بيساعدك في حياتك اليومية؟ يعني حتى بدي اذكر صديقي شادي القاسم الله يذكره بالخير، كنت انا وياه دايما في عنا زي الحرب، هو بحب البي ام دبليو وانا بحب الاودي، ولا الاودي احسن، هو لا طبعا يجيب لي فيديوهات وصور ومعلومات. في النهاية بصراحة الشركتين رهيبات، ليش يعني شركة الاودي خرافية والبي ام خرافية اودي.
كنا دائما بس نتناقش في هذا الموضوع، بحس اني كنت بحاول اثبت وجهة نظري دائما انا. طب ليش؟ عادي، ما هي بي ام بتجنن، خرافية، والمرسيدس خرافية، والاودي برضو خرافية، هل في داعي يكون في منافسة؟ لو كان الاشي اللي احنا بنحتاج فيه نقاش، اشي احنا بنصنعه وبتنافس فيه، فاشي حلو جميل، بس اشي والله احنا بنستخدمه هو مش إلنا يعني، بنتقاتل عليه كمان؟ لا. ريال مدريد وبرشلونة، وحدات وفيصلي، ليش؟ خلي الحياة تكون أبسط وأحلى وأجمل. آخر معلومة بدي أعطيكم إياها عشان تعرفوا كيف العالم ماشي وكيف الناس بتفكر. أبل وسامسونج يعني غريمين أزليين قديمين، مظبوط؟ هيك الناس بتشوف. عادي وقعوا اتفاقية $9 مليار جديد. أبل حتأخذ شاشات للآيفون 8 الجديد OLED screens من مين؟ من سامسونج $9 مليار. إذا هم يتفقوا وإحنا نختلف. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عندكم آراء أو اقتراحات اكتبوا لي، ما تسبوا علي أرجوكم، وجزاكم الله خير، أشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.